اللي ما عندوش الليل باغي يجلسنا. احنا راه بلاد المؤسسه تشريف بيان خريطة المملكة المغربية دائما موجودة أينما حالنا وارتحمنا في العرض المسرحي ديال جمال ونور الدين وحسن ومحسن. شو الإسبان علاش مقلقين علينا؟ شو هاد المطاعم كل شيء تبارك الله عمر وكل شيء أجواء مغربية يعني المغاربة هادوك اللي كيقولوا المغاربة شو هاد الأجواء هذا الفوروم دي بارسلونا كل شيء مغاربة وأنا غادي نعمل واحد الجولة قصيرة وغادي تشوف كل شيء مغاربة دابا فراسكم واحد القضية هذا صدق نصيبو ديال عثمان برشلونة ياك والواحد الحاجة دابا عثمان برشلونة تبارك الله يوتيوبر ناس كلكم كتعرفوه ياك كلكم كتعرفوه عرفتي لما مشات تمت هاد القضية هادي ما يمكنش ما توقعش حنا بلادنا راه بلاد المؤسسات المملكة المغربية فعمرنا 1200 سنة 12 قرن يعني اسمع راسك مع راسك والمغرب تربية الملك هي تربية مؤدبة وتربية الآداب دائما كيف ما قال الحسن الثاني الله يرحمه إلى عاملك الإنسان بالشر عامله بالخير وإلى عاود عاملك الشر حتى الخير ديالك يغلب الشر الاجواء الموسيقى عندكم تقولوا راه هنا راه مقصرين اجواء عائليه رائعه علاش دابا عاد عرفنا علاش يعني كاينه هاد التابعه كامله المغاربه شوفوا دابا حنا في بويرتو الفوروم برشلونه اجواء مغربيه وكانك في المغرب يعني مملوء عن اخره اجواء عائليه كما كتشوفوا هنا العائله يعني كل شيء عائله على هادشي وهاد المشاريع هي المغاربه مالي هاد المشاريع مطعم حدا مطعم مالي كل شيء المغاربة وداك الموسيقى يعني عربية يعني المغاربة صراحة راه عاملين بلاصتهم هنا في إسبانيا أي مكان كما بغا يكون كتجبر فيه يعني الأكثرية مغاربة كابوتشينو مورايا هذا كونتوار هذا مورايا كينا كوردوبا كامل مغاربة الموسيقى خيروسالين هذا هالعائلة كل شيء تتعشى هالايان هذا ملو ايا هما هذا ملو ايلايان كتمشي بوزها الشو المغاربة هادو مغاربة كل شيء مغاربة تبارك الله مرة أخرى معنا حسن ومحسين مرحبا بكم عندنا مرة أخرى نورتونا كان عرض ممتاز صراحة هذه المرة الثانية كتلاقاهم فرحان اللي كنجيو لعندكم وحتى حنا كذلك الله يكبر بكم شكرا الحضور ديالكم عائلية رائعة الصراحة كما تشاهدون وريهم هنا كل شيء مغاربة الحمد لله عرب أجواء وكأننا في المغرب ولكن جمال ونور الدين عابرين علينا شامتينا علاش عايشين اجواء طنجة حنا ضايعين هنا يا طنجة مضخمة دابا ولات مزيانة الحمد لله بالحق ضروري الانسان اللي كيجي يعانق الجمهور ولا كيعانق الخوت اللي كاينين في الجاليه في اي دوله في اوروبا كنكونوا والله فرحانين وما كنحسوش اللي كنجيو هنا ما كنحسوش
بان كاين ديك النقص الحمد لله كنحسوا بكم انكم كنتم عايشين اجواء اجواء جميله ورائعه عنكم بخير ملي غتبقى ترجعوا فرحتوا بنا فرحتوا بنا وفرحنا بكم وهذه هي الدنيا الله يكبر بكم الله يكبر بكم ولكن في المستوى كنت كنتمناها الفرصه وهذا اللقاء باش نطرح ها هو البايسانو بايسانو رابيرو رابيرو ديالنا طنجاوي الله يا نمره 1 طنجاوي ديالنا نو طنجاوي والبرانز والبرانز احنا اهلا حداك شويه بارك الله فيك ها هو طنجاوي ديالنا ها رابيرو ديالنا تبارك الله عليك بارك الله فيك تلاقيناه من اجي اجي سير ديالنا بورتو هنايا حنا في طنجة لا هو اصلا هنا في طنجة برشلونة كامل حتى استعمرناه يا والله شحال اجواء داعينك داعينك هانتوما اهي طنجة وهنايا المغاربة الطوب ها موجود ها بايسانو والله العظيم بالله بعد علي علي انا كنقول اسبانيو واش عندهم مقلقين منا الدراري ديالنا اللي خلقوا هنايا بغيو يديروا طنجة وخرجوا بهم اولادي عا طنجة المغرب الله هذاك الشيء اللي بغينا لا 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 بالعكس تبارك الله عليكم الله يعاون الله يوفق الله يكبر بك مرضي بارك الله فيك انتم ها الاجواء ها هذا التيك توكر ديالنا ايوب يعني ما كيهضر غير بالقطره اللي ما نهضروا بالعربيه مول وانا طارده وسالوا طلب من السراب العربيه موجوده في قلبي ماشي هذا التيك توكر ديالنا بالعربيه شوف راني عن التعريف من اوائل التيك توك شرف لي نكون مع عثمان عزيز علينا بزاف الوالد ديالي كتفرج فيك وتحياتي للمغاربه ديالنا كاملين وجايبين العز وخصنا نزيدو نطلعو باش ان شاء الله ان شاء الله والله يكبر بك اخي ايوب انت سيدي ضروري ولو يمات موي بيان سيمبري كون هوميلدار دو موزا صغير خصها تكون غير كونسيبت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسالو ساتو مادري يا تو فاميلي موتشا غراسي ترحم لي موتشا غراسي يلا تعال شكرا هانتوما البورتو كامل العرب هانتوما هانتوما الموسيقى الرابعة عاودة هذا قردوبة عاود عربي شو الإسبان علاش مقلقين علينا شو هاد المطاعم كل شيء تبارك الله عمار وكل شيء اجواء مغربيه يعني المغاربه هذوك اللي كيقولوا المغاربه شو هاد الاجواء هذا الفوروم د برشلونه كل شيء مغاربه وانا غادي نعمل واحد الجوله قصيره وغادي تشوفوا كل شيء مغاربه هانتوما الاجواء الموسيقى عندكم تقولوا راه هنا راه مقصرين اجواء عائليه رائعه فويو اكي اكي موسيقى موسيقى عربية الصو كل شيء مغاربة كل شيء مغاربة هاد المطاعم هذا كابوتشينو ها هو هذا سوا مغاربة كاينة كوردوبا كاينة بزاف كاملين مغاربة شوف على الأجواء ها شي حاجة الهبال
اللي خايب عنده وخاص الباركي دابو ساعة المغاربة والجالية المغربية في كل مكان. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. كما تشاهدون على اليمين معنا مردين كوميدي المغربي الأرضوي الشمالي ديالنا، وعلى اليسار معنا جمال. مرحبا بكم عندنا برشلونة. الله يحفظك. قدمونا واحد العرض رائع ما تصوروش. الناس اللي هنا بادرونا برشلونة النواحي ضيعتوا واحد العرض. المهم حنا غادي ننزلوا لقطات صراحه تبارك الله. نعاودوا والله الا حنا كنشكركم ونشكروكم جزيل الشكر على التواجد ديالكم معنا والحضور ديالكم معنا. مرحبا. بلا ما تفرحوا تفرجوا بيا زعما صراحه بلا ما تفرحوا زعما انت وجهك غتفرج. مرحبا. كانت اجواء عائليه رائعه الصراحه كما تشاهدون. وريهم هنا كلشي مغاربه الحمد لله عرب اجواء وكاننا في المغرب. جمال ونور الدين عابرين علينا شامتينا علاش عايشين الاجواء في طنجه. حنا ضايعين هنا يا طنجه مضخمه دابا وناس مزيان الحمد لله. بالحق ضروري الانسان اللي كيجي لعانه الجمهور ولا لعانه الخوت اللي كاينين في الجاليه اي في اي دوله في اوروبا كنكونوا والله فرحانين وما كنحسوش اللي كنجيو هنا ما كنحسوش بان كاين ديك النقص. الحمد لله كنحسوا بكم انكم انتم عايشين اجواء اجواء جميله ورائعه كما كنقولوا اللي غتبقى طنجه دابا فرحتوا بنا فرحتوا بنا وفرحنا بكم وهذيك هي الدنيا. الله يكبر بكم الله يكبر بكم. ولكن في المستوى كنت كنتمنى هذه الفرصه وهذا اللقاء باش نطرح عليكم بعض الاسئله منها الجدل الكبير اللي داز واحد المسلسل اذا كان في امكان نهضروا عليه. واحد المسلسل اللي هو الاسم ديالو دار النساء على ما اظن ياك دار النساء دار النساء وانا كنت انا باقي ما نسيتي انا نسيت وجي كنت عملت واحد الفيديو تلاقيت انتقادات كبيره. انا كان الهدف ديالي وهو يكون الاتقان في العمل هذا هو الهدف ديالي من الفيديو ولكن تلاقيت بعض الانتقادات ماشي مشكل لان نعطي امثله مثلا نمشيو مثلا هنا للسينما المصريه فين كيمشيو مثلا يمثلوا باللهجه ديال الصعيد ولا هذا كيختاروا الناس من ذاك المنطقه. وهنا نعطي مثال هنا في اسبانيا عاد هاودوا يمثلوا واحد الفيلم وتشابيدوس ماروكيز واختاروا يعني ممثلين هنا في اسبانيا باش يدخلوا الدور لان كيفهموا العربيه يعني الادوار اللي تفرقت عليهم يعني خصهم يكونوا ذاك الناس من المغرب وعارفين يعني هذا هو الهدف ديالنا. انتم كي جاكم ذاك انا بالنسبه لي كان اقصاء الصراحه ما نهضرش على الاقصاء بحد ذاته وما نهضرش على المسلسل حتى هو بحد ذاته بصفه عامه. هو هذاك المسلسل هو بحال يقول لك كان واحد الجرح بحال اللي تحادى وصافي. ما هي من دائما كيتصوروا اعمال في المدينه ديال طنجه وما كنسوقوش بهم الخبر حتى كنشوفوا الطاكسي زرق دايم عاد كنعرفوا بانهم صوروا في طنجه. احنا ما جاوبناش على المسلسل لان اصلا انا ما تفرجتوش الصراحه مع كل احتراماتي ولكن على الخرجه اللي خرجت واحد المسؤوله او المخرجه او السيناريست ولا واحد الخرجه اللي هي كانت شويه جارحه على اساس ان ما كاينش الفنانه شماليا لان هي بغات تغطي الخطا لان الانتقادات اللي كيقولوا لها علاش ما اخترتيش فنانين من الشمال قالت لهم فينا هما ما كنعرفهمش تما فين جاوبنا بادب لان الفن فن هو اخلاق ما نقدرش نقولوا شي هضره ماشي هي هذيك ولكن الحمد لله جميع يدخلوا غير فنانون جماليون غادي يطلعوا لهم مجموعه بغض النظر جمال نور الدين مجموعه الفنانين اللي مجموعه من الفنانات بدون ما نذكروا الاسماء كاين اسماء كثيره وكثيره بزاف وعلي اعطيت مثال بحمزه الزايدي غادي نذكر الاسم ديالو. هذا كان فقط مؤثر هنا في اسبانيا وكنهضروا على السينما في اسبانيا اختاروا حمزه الزايدي اختاروا بزاف ديال الاسماء اللي مثلوا يعني فيلم مغربي يعني اسبانيون ما جابوش اسبانيولي ما جابوش اسبانيولي هذا الشيء اللي قلت لهم انا قلت لهم واش مثلا جمال ونور الدين او لا يعني بزاف ديال الاسماء واش اذا مشاو يمثلوا مثلا شي فيلم في مراكش غادي يدخلوه ما يدخلوش يعني كان هذا هو الهدف
ما نقولش بقى فيكم الحال ولكن حنا بقى فينا الحال. حنا بقينا هذه النقطه اللي بغيتي تشير لها اخي عثمان. هو اولا وقبل كل شيء هي حنا مغاربه والله يخلينا دائما مغاربه. نقاش هذه لا نقاش فيها. واش يعرفوا الجمهور ديالنا هي هنا الشهره ديال جمال نور الدين انطلقت من ضرب بيضة. ايوا كوميديا كوميديا شو وجمال نور الدين ملي كيكون لاعب المنتخب الوطني المغربي راه كندخل الضرب نشد الطيخان باش نتفرجوا انه على خاطرنا ونسمعوا ونسمعوا ليا المود عشان كيبقى المود يعني ديك السيجري في الدم. تماما لعب الوليدات كيكونوا فابور ليلا لعب الرجاء الكاس الافريقي كيكونوا فابور ليلا. غير النقطه اللي تنقول لي على ان مثلا كاف النار يعطوني دور مثلا من الرجاء عادي نمشي نخدم ضروري غنمشي غير تبرايا وغنحماق معاه واحد شهرين نحطو باش يتفرج ديال مراكشي كيقول لنا ديك السيد تقن الدور ديال مراكشي فهمتي كيفاش هذا الشيء اللي كاين زعما امور عاديه امور عادي جيت عادي سي عثمان غير واحد القضيه هذيك الخرجه ديالنا او الجواب ديالنا نعم ما كانش كلشي في الكفاءه و بداك الممثلين بروفيسيونال الممثلين فنانين رائعين شكو كنحترموهم مي كنوصلوا لواحد القضيه ديال اللهجه ماشي نعيب عليهم هذوك خدامين الممثلين غادي يعملوا المجهود ديالهم ولكن خص تكون المعالجه ديال اللهجه باش ما يوقعش هذا الاشكال لان هذه ثقافه تماما ثقافه وتراث نعم انا كنفتخر بهذا الشيء هذا والمغرب الحمد لله هذه هي النقطة القوة ديالو هو هذا التنوع ديال الثقافات واللهجات والأكلات وكذا فما يمكنش أنا غادي نجيب مثلا إتقان في العمل إتقان رحم الله العمل عمل هو إتقان تماما تماما أخي عثمان تبارك الله عليك صراحة الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يكبر فيكم ولكن شوف كشهادة حق أنا متبعكم هذه عشرات السنوات أنا باش برتي لما نتبع والله العظيم أخي نور الدين متبعكم دائما ماشي أنتم الدراري كاملين ولكن أنتم من والله العظيم والحاجه اللي كتقبلوها كتقنوها جميع الاعمال كتقبلوها نتمنى دائما عن حسن الظن ديالكم وهذا شرف والله العظيم هذا شرف وفرصه واجتهدوا والصبر ان شاء الله والله الا عندكم ما يتقن تمشوا المسرح كل شيء كيموت بالضحك والله العظيم كل شيء كيطيح العائله كل شيء كيطيح وراه الجبر الجمهور بحال هذا ما يمكنش ما تخدمش القلب والله العظيم ملي كتخدم من القلب كتصل للقلب عندي شو 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 عندي رساله للجمهور الشمالي الطنجاوي الصراحه كتعوض شجعوا لنا الناس المنطقه الشمال شجعوهم بزاف والله العظيم انا بدي انا كنت والله كنت كنشوف بارطاجيتكم فيديو ما كتشوفوهمش والله العظيم بالله وغادي زين نبارطاجي لكم وحنا معاكم الجمهور المغربي كامل معاكم والسمر والله حتى عندكم غير هذه الجلسه عائليه اقسم بالله الا ما كتعوض حتى شي حاجه ربي يخلي لك الوليدات ونشوفهم ان شاء الله كيما بغيتي وليدي الله يكبر فيكم وشكرا ونتلاقاو فرصه قادمه ان شاء الله بارسا فيستا بارسا فيستا بارسا مدريدي يا منوسين اجواء عبد الرزاق الوطني ولكن المغرب هو المغرب واللي عجبني في هذا الانترفيو مع اخي عثمان بحال اللي كيتفرج التينيس مره يشوف هنا مره يشوف هنا من بارسا التينيس صاف ولا صاف والواعر اللي عجبني بهذا الانديه واللي عجب نور الدين هو مجلس الوطني بهذا الشيء عاد غنشوف عاد غنشوف شو شو هو الوطني هو اللي جمع هو اللي كان تصير التواصل بين هذا الجمهور كامل وهذا الجو العائلي تبارك الله عليك احنا عبد الله شوف شوف الجمهور الناس شوف عرفت الوعره الوعره في هذا الشيء والجمهور ديال عثمان برشلونه عرفت كل شيء ديال عندي قلبوا عليه هو مدام ليان Oh,
عليكم. السلام عليكم الناس ديال الباسيل. هنا اليوم دوزنا واحد سبيكتاكل يا سلام، احسن فنانين واحسن جمهور. هنا تنتهي السهرة ديالنا هنا بالفوروم دو بارسيلونا، البورتو دو بارسيلونا، واستولوا عليه العرب الصراحة، استعمروه العرب، عربنا المغاربة، المغاربة والله العظيم بالله. ايوا دابا غادي نمشيو بحالنا، يلا مع السلامة. الله إلا دوزنا ليلة رائعة هنايا. قال لك البيئة جاورية كونطرا عليك، شوف معاها مجبر ليسبوار، نديها غنى باغي نناردك، دخلت عليكم بالله واش هذا غنى ولا كوميساري؟ نديها دورية كونطرا عليك، على من المغربية كي جات؟ شكون اللي غيدير لك الشهيوات والبريوات والمسمن والحرشة بحال المغربية؟ تحية للمرأة المغربية. شكون اللي غيدير لك كسكسو نهار الجمعة ويدير لك الرفيسة ويطيب لك الطاجين بحال المغربية؟ دخلت عليكم بالله. شكون عيطيب لك القلب بحال المغربي؟ انا راه كنهضر على القلب ديال الحولي، راه دائما تحيا المرأة المغربية. أييه ثقات. تحية جلدة مدامونا برشلونة. هاني هاني علاش كيعمل هيدا؟ هاني سيف الحق شيار شيار فيبا تتفيقت على سيف الحق، راكور ديالنا
عيني ما ضربتش فيك. انت علي اعمل هيدا. ربا. تحياتي تحيه الدراري برشلونه كاملين. اخويا غتشوفك فرحان. حايك. كنا واحد القضيه كنا وعدنا بها الجمهور هو القرعه ديال 4 ديال العشاوي.